سجلت مصالح وأمن ولاية البيض حصيلة ثقيلة من ضحايا حوادث المرور قبيل موعد الإفطار خلال شهر رمضان وعلى مدار السنتين الفارطتين. هذه الحوادث التي يعني كبدت يعني المجتمع الجزائري يعني خلال من بين سنة 2012 إلى 2013 حوالي 128 قاتل إلى زيادة إلى 4045 يعني جريح. هذه الوضعية دفعت ذات المصالح إلى تنظيم موائد إفطار جماعي عند نقاط المراقبة لمستخدمي الطرقات في محاولة منها إقناع السائقين للتوقف والتريث تجنبا للسرعة الجنونية من أجل إدراك الإفطار عند نقاط الوصول المقصودة. في إطار تفعيل العمل الجواري بين الشرطة والمواطن، المدير العام للأمن الوطني وتنفيذا لتعليمات سيد اللواء المدير العام للأمن الوطني متعلقة بيعني إفطار صائم لمستعملي الطرق. هي مبادرة لقيت استحسان مستخدمي الطرقات والمسافرين على حد سواء. كنا ديجا نخمو واحد نفطو، لقينا هنا الشرطة مبادرة مليحة حبسونا راح نفطو هنايا، يعني مبادرة الله يبارك مليحة. من رايزوني قال لي تفطر معنا، قلت لهم نفطر، قال لك من فطر الصائم له أجره، بقينا نعطيهم أجرنا، أجرنا يدوه ندوهن له. والحمد لله نشكرهم على هذه المبادرة. وختام مائدة الإفطار في مثل هذا العام الجواري هي أمنية صادقة تمناها الجميع في أن يكون صيام شهر رمضان بأقل ضحايا.